أنا عايزك تتأكد بنفسك إن الراجل ده يبقى أول واحد قاعد قصادي في المظلمة يا عزم. هيحصل. هو إيه اللي حصل اليوم؟ جربت. ومن إمتى الحريم بتتدخل في كلام الرجال؟ راح. يلا أبو خش راحت. خير يا محل؟ فيك لا. يلا يا أمه خش ورا أبويا. يلا الراجل كفران. حاضر. وأنت يا بت يلا شوفي لك حاجة تعمليها. حقك عليا يا ست أخوكي، بس أنت عارفة أمي بقى لما بتكلم معاكي كويس بتنكد عليا وأنا مش ناقص نكد. يعني أول مرة، بس أنا واخد على خاطري منك. وأنا كمان واخد على خاطري، بس خلاص المسامح كريم. بقالك كتير قوي عزم مبسألش عليا ولا تعرف أي حاجة عني. معلش يا أختي، ده أنا جايب لك حتة طوب حرير، ما ينفعش حد في الجمالية يلبسه غيرك. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا أختي. ألا صحيح أنت مش ناوية ترجعي لسيد اللبن؟ طب أنت يرضيك إني أرجع أتضرب وأتذل وأتهان؟ أنا مرضيتش أحكي لك على اللي كان بيعمله فيها هو وبناته، بس لو يرضيك ماشي. لا ما يرضينيش، واللي يفكر يأذيكي أنا أدفنه في مكانه صاحي. بس الراجل صراحة جالي وقال لي إنه مستعد يديك عينيه وندمان. هو اللي زي سيد ده عنده كلمة؟ طب أنا مش هغصب عليك يا أختي، خدي وقتك وفكري. ماشي يلا بت، يلا نجري على اوضتك. يلا ما تنحيش. يلا راجل، عملت ليه في موضوع حباب امها؟ اه وايه الخيبه اللي انا فيها؟